يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات وسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. طبعا كلها ساعات بتفصلنا عن اليوم الموعود والمباراة المشهودة بكرة بإذن الرحمن. وبالمناسبة اللي من حضراتكم حابب يوجه رسالة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مباراة غدا، ده سؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقه النهارده اللي ان شاء الله هتكون موجود، يعني مليانه مواضيع مهمه واخبار مهمه، بالاضافه طبعا للقاءات اللي ان شاء الله تسعدوا معنا بيها. صباح العسل، صباح الجمال، صباح النصر. وخلينا نبدا كده ونقول يعني يا اهلي واصل مشوارك، المجد في انتظارك، صباح الفل والنصر يا رب دايما علينا وعلى النادينا الجميل وعلى هذا الكيان اللي دايما بيسعدنا. النهارده حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما كريم قال معانا اكيد اكتر من فقره مهمه جدا، والضيوف هينورونا وهنتكلم في ملفات عديدة، فتابعونا إن شاء الله تكون حلقة موفقة. هنبدأ طبعا معاك يا كريم، وأكيد الحديث هيكون عن فريقنا والمونديال. طبعا يعني هو صباح أهلاوي جديد إن شاء الله، بكرة هيكون صباح كله أمل وتفاؤل، وعلى نهاية اليوم إن شاء الله كلنا نسعد بفوز النادي الأهلي بإذن الرحمن. الأهلي طبعا جاهز لضربة البداية في المونديال أمام الدحيل، وكلنا أمل وثقة في نجومنا بإذن الله إن هم يحققوا النصر. احنا اكيد خلينا برضو نرجع ونقول ان فريقنا اكيد جاهز. معسكر هنا بنتكلم مثالي، التزام وانضباط وتركيز، يعني على مدار الفتره اللي فاتت كنا متابعينهم خطوه بخطوه، وكانت قناه الاهلي حريصه ان هي تكون موجوده وتنقل الكواليس عن طريق مذيعينهم، ويعني موفد قناه الاهلي امير زميلنا العزيز هناك حريص ان هو يكون موجود معانا خطوه بخطوه ونطمن على الفريق والكواليس والتدريب وغيره. فاكيد ان شاء الله كده احنا بنتكلم ان هتكون نفسة شديدة بين اللاعبين عشان يبقى في حجز مكان أساسي فيه كمان التشكيل. وحابين نطمن حضراتكم لأن كان مبارح يا كريم تداولت صورة كده لبدر بنون وهو عنده إصابة في رجله. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال إن المغربي بدر بنون مدافع الفريق تعرض لكدمة خفيفة في كاحل القدم ده خلال مشاركته في مران مبارح، وأوضح إن إصابة اللاعب خضعت لفحص طبي دقيق جدا وتبين منه إن إصابة الحمد لله خفيفة، وهيكون متواجد بشكل طبيعي في مران اليوم. الواحد بيتخض لما بيسمع أي إصابة، تقولي الله 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 فالحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله يكون يعني على أتم الاستعداد للمشاركة بقوة في مباراة بكرة بإذن الرحمن. طبعا بنتمنى التوفيق للجميع. كمان لفت نظري جدا حاجة مهمة، يعني عظمة النادي الأهلي. لو حضراتكم سمعتوا او تابعتوا او قريتوا تصريح الحارس الالماني الكبير نوير حارس بايرن ميونخ اللي اتكلم عن النادي الاهلي كلام في منتهى الاهميه، وقال ايه؟ قال ان بايرن ميونخ لو واجه النادي الاهلي ستكون مواجهه صعبه، لان النادي الاهلي فريق كبير وبطل لافريقيا. صحيح سمعة الأهلي على كل حال، يعني خلينا نقول هي وصلة العالمية من زمان جدا، عشان كده برضو هنرجع نقول عشاننا أكيد كبير نقدر نقدم نتائج رائعة جدا بقيادة